والله نطالب من إدارة قوى الجوية تبديل المدرب أيوب أديشو. لازم يراد لنا مدربين محترفين مثل ما هو دوره محترفين، لأن عندنا المدربين عقليتهم ثابتة يعني من التسعينات سبعينات ثمان لهسه نفس العقلية. سبب هاي اللعبة التعادل هو أيوب أديشو. أيوب مدرب جبان بالقرآن، مدرب جبان أيوب. هاي صار لعبتين عمي، موتنا بالقرآن. العب عمي، العب مهاجمين انت شنو هاي موتتنا بالعباس. الكادر التدريبي لاعبتك مهاجم، احنا سبق وان قلنا استغلينا تعثر الفرق وصرنا بالصدارة. هذا الكادر ما يمشينا للدوري. اللاعب هذا المحترف ال 15 اي واحد من عندنا ينزل للساحه من يلعب له باصين. والله حسين هي شنو مال قشمر؟ يوسف فوزي من البدايه ويلعبه يوسف فوزي. انا طالب علي جاسم بطل مالاتك، بطل اعطينا مجال لقلعب اللاعبين، لقلعب اللاعبين. علي جاسم اكثر من مباراه جاي نخسر نقاط بسببك انت. كابتن مدور روح لك عوف المباراه. اليوم اكو لاعبين، اليوم اكو لاعبين سووا حلول. بعد مواس جاي سووا حلول. كيف علي جاسم كبروا راسك كم واحد من دول القاده كبرت راسك تقعد الباحه ل 2 مليار انت فاتح بث انت والعصابه مال البلديات. كافي والجويه بيناتنا الله، بيناتنا الله. اذا ما ناخذ الدوري الله وكيلك انشل عيونكم شلع. فريق ما توفق، نفط البصره كل ما يلعبون يانا يصيرون ليفربول. وهاي نقطه حلوه، الاعلاميين مال نهرود جزائن واضحات هوب وحده جره هيك ووقعها ما يحجون بها، بس من الجويه والفار قال جزاء والدنيا العربيه كلها قالوا جزاء يقولون لا مو جزاء. الجويه زغلونهم الحكام. عمي ترى احنا نادي الشعاب، انتم نادي ما بدنا نحكي بهالسالفه. التعادل يتحمله غير فقط الكادر التدريبي، عنده لاعبين سوبر ما عنده. يعني انت شنو ايوب انت يعني جديد على التدريب يعني حرامات. ورجع بهاي التعادل رجع الشرطه المنافسه والدوري. ايوب يعني لازم الدوري ماكو، المفروض 10 نقاط، شنو 5 نقاط؟ فرق ايش هي هاي؟ فريق هو هذا؟ احنا بدايه الدوري حد هذا اليوم فريق وحق ربك. اي فريق بالدوري عده الواعيب مثل الواعيب الجويه ياخذ الدوري فرق 20 نقطه. احنا مو سالفه ندور، لا كابتن السالفه تعرف شنو؟ ايوب صار له 10 سنين نفس الخطه اللي براسه، لا يلعب 5 مدافعين، لو يلعب لك مهاجم واحد. انت اقوى فريق جاي تلعب ضد فريق مدافع. العب مهند من الشوط الثاني. انت عندك اضراب شريف انزل مهند، يعني ماكو هيجي. يعني دمر الفريق ايوب، طلع ايوب جيب لك مدرب يلعب لعب هجومي. كفيلك الله انا مستعد قدام ذولا كلها. غير فرق 10 نقاط انا ماخذ دوري، فرق 15 نقطه ماخذ دوري. بس خلي ايوب شوي يصير عنده شجاعه. طلعت بس المجال. انت بالمنتخب كان جاي يلعب هناك، طلعت كرار ذاك الموسم، طلعت محمد قاسم. اعطيني صانع العاب، اعطيني صانع العاب. ترى 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 احنا ترى احنا بس اعطيني مجال كابتن، اعطيني مجال ترى كابتن اعطوني مجال. ترى حرقه بقلبي والله. ايوب لا تلعب مهاجم واحد، لا تلعب مهاجم واحد. ايوب للدقيقه 70 دقيقه 70 مهاجم واحد جريمه كفر والله. من هو كفر؟ هم دقيقه 70 يلعب مهاجم واحد ليش؟ هنا وياهم اللاعب ويا سؤال يعني وين افط البصره نلعب مهاجم واحد؟ وين ابو طميسان العب مهاجم واحد؟ ليش هيك؟ الى متى العب مهاجم واحد؟ الى متى العب مهاجم واحد؟ العب مهاجمين، العب مهاجمين. ايوب اخذ الفرق قعف والله، والله اخذ الفرق قعف. عندك تشكيلتين مو تشكيله واحده، تشكيلتين. ايوب الفريق ماشي صح والحمد لله رب العراق. فرق 5 نقاط بس احنا ما جاي نستغل لان النقاط. التعادل ما جاي نستغل، الفريق اللي جاي يتعذر احنا ما جاي نستغل. الفريق قد الحمد لله على كل حال. فريق زين، فريق زين كابتن، فريق زين بس ما توفق اللعبه، ما توفق بيها هاي اللعبه. شلون فريق؟ لا فريق زين ما صح. فريق انا مصدر، انا مصدر واحسن فريق بالعراق. هاي ظروف اللعبه شنو تريد؟ كلها فوز فوز فوز. دارتك الجويه هاي صدارتك.